وقال الله ليكن نور فكان نور أهلا وسهلا أحباء المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم ليكن نور أصلي إلى الله من كل قلب أنك تتبارك من خلال فقرات وأجزاء هذه الحلقة في هذه الحلقة رح نتكلم عن المسيح الديان وهذا الموضوع يمكن يكون مثير لتساؤلات بعض الاشخاص لانه دائما نتكلم عن محبه المسيح بنتكلم عن خلاص المسيح بنتكلم عن اسماء المسيح اللي مذكوره في الكتاب المقدس عن هويته وعن شخصيته المسيح كلمه الله القدوس البار وطبعا واحد من المواصفات اللي بتخص المسيح انه بلا خطيه وايضا انه هو ديان الجميع المسيح الديّان انا بدعوك حتى تشاهد هذه الحلقه اذا عندك اي تساؤلات يمكنك ان تتواصل معنا بالفقره الثانيه طبعا المرحله الاولى يكون في تعليم مع ضيف هذه الحلقه لكن انا بدعوك فعلا انك تتواصل معنا راح طبعا نتعلم عن المسيح الديّان عن صور الدينونه في العهد القديم وهل هذه الكلمه تطلق على المسيح ايضا في العهد القديم وماذا يقول العهد الجديد عن المسيح الديان ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناه الفضائيه قناه الحياه وحديثنا في هذه الحلقه المسيح الديان ويسرني بشكل خاص اقدم ضيف هذا البرنامج هو ليس بغريب كان طبعا من قبل على هذا البرنامج رجل الله خادم الانجيل الاخ عياد ظريف آه من مصر أهلا وسهلا أخ عياد أهلا بك يا سيس نظهر وأهلا بكل المشاهدين في كل مكان ربنا يباركك طبعا موضوع يمكن شوي صعب ولا لا صحيح <applause> المسيح صحيح جدا الديان لأن عادة نسمع المسيح المخلص أن كتير يسمع عن المسيح الديان حب يسمع عن المسيح المخلص الرحيم الحنون لكن الديان مش مقبولة كتير عند الناس طيب إيه الدينون أو ليه دينون خلينا نخش مباشرةً طبعا. كلمة الدينونة أو المحاكمة يعني إدانة أو دينونة أو محاكمة هو إجراء يخص الله وهذا الإجراء الذي يخص الله يتناسب مع صفات الله المتناسقة إذا ما فيش دينونة يبقى في خلل في صفات الله وحاشا لله أن يكون هناك خللا في صفاته فكما أن الله رحيم كما أن الله رحمن كما أن الله غفور كما أن الله محب كما أن الله ودود أيضا الله عادل والله قدوس الله وضع آه وضع قانون ولابد لمن يكسر هذا القانون ان ينال عقابا فكلمه الدينونه في معناها البسيط هي معاقبه من يكسر القانون هو معاقبه من يتعدى على قوانين الله او يرفض امدادات الله بالرحمه من يرفض رحمه الله عليه ان يقابل دينونه الله الله لانه قدوس لابد ان يكره الشر لانه قدوس لابد ان ينتقم من الاثم إذا لم ينتقم من الإثم فهناك خلل في مقاييس الله تسيب وتساهل طبعاً تخيل في تخيل حضرتك لو في بلد بلا قانون مم. لو في بلد بلا قانون في السير في مم. سير السيارات لو في بلد بلا قانون في ضبط الجاني تقدر مم. تعيش في بلد مثل مم. هذا البلد فالقانون يثبت. قدرة الله على إدارة الكون وتناسق صفات الله طبعا الله وضع قوانين في العهد القديم حتى قبل الشريعة مثلا بعد الطوفان اتكلم عن قتل النفس وطبعا في شريعة موسى أو في أيام موسى أعطى الشريعة أعطى القوانين اللي بنسميها اليوم القانون الأدب الوصايا العشر وصايا الله وفي مع هذه الوصايا كمان اعطى تشريعات صحيح وقوانين اخرى صحيح حتى الانسان يعني يتمشى او يسير في مجتمع يكون سليم ومتكامل ايضا صحيح يعني اذا كان هناك قانون مكتوب او ناموس مكتوب فالناموس كتب قبل الميلاد ب 1500 سنه لكن ماذا عن ما قبل الناموس هل كان هناك ناموس أخلاقي داخلي هل كانت هناك وصايا الله او اعتبارات قداسه الله ظاهره في قلوب البشر اسمح لي بس اقرا ايتين موجودين صحيح. في رساله روميا الصاح 2 يتكلم عن التعامل بالناموس والتعامل بغير الناموس فمثلا بيقول في عدد 12 من روميا 2 لان كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكوا مم. وكل من اخطا في الناموس فبالناموس يدان لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لأن الأمم لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم وهنا يقول لنا بقى أن قبل أن يكتب الله بإصبعه الناموس على الحجر كتبه على قلوب البشر <applause> فكتب الله ناموس الاخلاق الادبي على قلوب البشر بدءا من بعد سقوط ادم الى ان اتى الناموس على يد موسى 1500 سنه قبل الميلاد فكتب على الحجر مم. وده اللي يقول لي ان قبل موسى كان في ناس بتخاف الله مم. ازاي كيف كان ابراهيم يخاف الله نعم. وكيف عرف يوسف ان فعل الشر مع هذه المراه التي حاولت إغوائه امراه فوطيفار هو خطيه ضد الله فقال كيف اصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله كيف عرف أنه شر ناموس الله مكتوب في القلوب قلوب البشر قبل أن يكتب بالحجر على أي موسى فعلا حتى من سفر أيوب ممكن نتعلم كثير عن هوية الله أو شخص الله من خلال الصفات المتعددة صحيح. اللي ذكرها أيوب في القديم في العهد القديم طبعا إذا الله وضع قانون لازم يكون في المشرع فخليني أسأل يعني يمكن هو سؤال بسيط لكن عاوز يعني نصل لهدف من خلال هذا السؤال فهذا بقودنا من هو الديان طبعا بالطبع أكيد الله وضع بشر يقوموا بأحكام معينة لكن فوق كل بشر لازم يكون في ديان تمام إحنا اتفقنا على إنه الدينونة هي من أعمال الله لأن الله قدوس إذا من يضع القانون هو الذي يستطيع أن يحاكم ويدين. من هو واضع القانون؟ هو الله. أين الإثباتات الكتابية في العهد القديم؟ أب يعني أبرز مثل كان بيقوله مثلا أبرام عندما أراد الرب أن يذهب إلى سدوم لكي يدمر سدوم ويقول لنا في سفر التكوينة صح 18 أبرام وهو يتكلم ويحاجج الرب أديان كل الأرض لا يصنع عدلا فاذا في تكوين 18 يقول لنا ان الله هو ديان كل الارض مزمور 96 يقول لنا ان الله يدين الشعوب بالاستقامه فهو ديان كل الارض هو ديان الشعوب بالاستقامه في كل الاجزاء الكتابيه الاخرى التي تكلمت عن اجراءات الدينونه كانت ترجع الى الله مثلا في مزمور 136 سرد كامل عن اجراءات الله <applause> القضائية ضد شعوب وضد امم لكن حاجة غريبة بعدها يقول لنا لأن إلى الأبد رحمته كل قضاء يعمله الله على الأمم يقول لأن إلى الأبد رحمته فهو لأنه هو القاضي يخلص الأمم برحمته من هؤلاء القتلة والسفاحين وصانعي الشر. الله هو الديان بشهادة تكوين 18 الله هو الديان بشهادة مزمور 96 طب طبعا في صور كثيرة للدينونة في العهد القديم لأنه حتى من بداية سفر التكوين منشوف أن الله استخدم الطوفان أو سدوم وعمورة قلب سدوم وعمورة لكن برضو لما بتصل لعند الأنبياء بتشوف صور متعددة لهذه الدينونة صحيح. ممكن تشاركنا عن بعض هذه الصور لأن الله هو الديان لانه لابد ان يدين لان الدينونه تبرز صفاته القضائيه كقدوس يكره الشر فالتاريخ المقدس في اسفار العهد القديم يقول لنا بعض صور الله القضائيه التي استخدم فيها دينونتو مثلا على الشعوب وعلى الامم ابرز هذه الصور واولها كانت دينونتو على كل الارض في الطوفان دينونه الماء عندما فاض الماء على كل العالم فهلك يقول الكتاب عن العالم القديم فاض عليه الماء فهلك فأول دينونة هي دينونة الماء غطت كل العالم أيام الطوفان هناك أيضا دينونة هي دينونة النار مش بس الله يدين بالماء لكن يدين بالنار عندما رمض الرب مدينتي سدو وعموره آه، كمان في دينونه مشهوره جدا وقعت على امه كانت من افضل الامم علما وحكمه هي امه, مصر، أمة المصريين م. عندما آه، نزل الرب قضاء في عشر ضربات وكانت اشهرهم ضربه الظلام م. فالله ممكن يدين الشعوب بالماء ممكن الله يدين الشعوب بالنار ممكن الله يدين الشعوب بالظلام <applause> وهذه أبرز الصور التي استخدمها الله في الدينونات في العهد القديم لكن برضو حتى في أيام موسى بنشوف أن الأرض تبلع ناس يعني دينونة مباشرة تمام. وهذا يمكن بيقولني للسؤال اللي بعده وكثير فعلا نسأل طب يعني إذا الله عادل غير ظالم في العهد القديم بنشوف رد فعل مباشر لله مثل مثلا سدوم وعموره مثل ما حكيت مع انه اعطى الفرصه للرجوع والتوبه مثل الطوفان اعطى يمكن اكثر من 100 سنه للرجوع الشعوب السبعه في شعوب كنعان اعطاهم اكثر من 400 سنه للتوبه لكن مع كل هذا كان يرسل القضاء فليه الله او بنشوف الله عم بدين الشعوب او بي بيجري دينونه مباشر مثل انزال نار او ارض بتبلع الناس وفي العهد الجديد اليوم نشوف ظلم ما بعد الظلم في هذه الارض وناس عم تقتل وعنيفه في اسم الدين في كل مكان بتهجر وبتجرد الناس من كرامتها وبت يعني بيعمل امور قبحات نجسات رجسات اللي هي ضد الله مباشره او ضد طبيعه الله وليه الله بيسمح فيها. هو الحقيقه السؤال ده اتسال في الكتاب المقدس في العهد الجديد اتسال من قوم مذكور عنهم في بطرس الثانيه ثلاثه مم. بيقول عنهم الكتاب قوم مستهزئون يقولون اين هو موعد مجيئي لان من حين رقد الاباء كل شيء باق يا ترى موعد مجيئي موعد مجيء يوم الرب بالقضاء يوم الدينونه. اسمه يوم الرب. مم. ليه؟ لأن كان في تحذيرات من الأنبياء والقديسين بيقولوا الله يغضب الله هيغضب لابد لله أن ينتقم. فقالوا له من حين رقد الآباء كل شيء باق. فالرسول بطرس قال لهم في الأصح ده لا ده ربنا زمان انتقم أيام ما فاض على هذا العالم الماء فهلك ولأنه انتقم لابد أن يأتي يوم الرب سريعا بالانتقام. سؤال محير الله كان بينتقم انتقام مباشر ويدين الشر دينونة مباشرة في العهد القديم. لماذا في العهد الجديد أو في عصر النعمة؟ الله لا يتدخل لأن احنا بنعيش في زمن اسمه زمن صبر المسيح نحن الآن نعيش في زمن صبر المسيح لكن في ناس عم تدفع ثمن تمام زمن صبر المسيح يتميز بالآتي أن المسيح صابر في السماء على كل إهانة تلحق به وتلحق بتعبه لكن ما يميز هذا الزمن هو إمهال الله وطول أناة الله وإمهال الله وطول أناة الله مش معناه أن الله ناس اللي بيحصل ومش معناه أن قداسة الله تغيرت عن العهد القديم مش معناه ان الله ما عادش لكن الكتاب بيقول لنا في الجزء اللي انا قريت منه في رومية 2 بيقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني إمهال الله الآن وعدم دينونته الشر مباشرة بيدي مساحة من طول الآنات لعل الإنسان يرجع مم. بالتوبة، ده مش معناه إن ربنا مقاييسه اختلفت أو مش بيغضب زي زمان، هو غضبان لكن في يوم جاي إسم يوم الغضب في يوم جاي إسم يوم غضب الرب عشان كده الله دلوقتي مستني علشان يمهل الله وأيضاً الكفارة التي قام بها المسيح كفارة تجلب الرضا من الله على كل العالم مؤقتاً الآن لكن على الكنيسة إلى أبد الأبدين م. فلأجل وجود الكنيسة على الأرض ولأجل الكفارة التي قام بها المسيح تلاقي المؤمن عايش والشرير كمان عايش الشرير ممكن يجدف على الله لكن ربنا ما حرمهوش من الهواء والتنفس والأكل والشرب والأكل والخروج والدخول ليه ربنا صابر عليه لأجل الكفارة ومساحة المسامحة من أجل الكفارة مرتبطة بإمهال الله لعل الإنسان يرجع هون طبعا أنت بتتكلم عن حماية الله أو تغطية الله بالضبط كده بالضبط طيب آه لا هو طبعا بطرس الرسول عم برد على السؤال انه الله لا يتباطا عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا لا يشاء ان يهلك اناس صحيح. بل ان يقبل الجميع صحيح. آه الى التوبه آه يعني برضه في ايه شوي مخيفه في الرساله الى العبرانيين في الاصحاح العاشر بيقول من خالف ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاثة يرجع صحيح فلكن بيتكلم عن دينونة قادمة صحيح الدينونة القادمة هي لمن رفض المسيح بحسب كلام الرسول بولس في عبرانيين الصحيح 2 بيتكلم عن حالة من الرفض رفض لشخص المسيح وعمل المسيح كانوا بيقول إيه إن كان الناموس الذي تكلم به ملائكة أو لأن الناموس أعطي عن طريق ملائكة مم. أو إن كانت كلمات الدينونة التي نطق بها الملائكة يوم ما راحوا للوط قالوا له اخرج لأن الرب هيدمر ويرمد مدينتي سدوم وعمورة فما نطق به الملائكة أيام لوط تم وما مم. نطق به الملائكة الذين أعطوا الناموس أيضا تم إذا لابد أن ما نطق به المسيح بنفسه أن يتم هل نطق المسيح بكلمات تقول لنا انه ممكن يدان انسان رفض كلمات المسيح نعم كلمات المسيح وابرزها في يوحنا مثلا اصحاح خمسه يتكلم على انه من يؤمن بالابن فلن يدان لكن كل واحد يرفض المسيح باعتباره المخلص قد دين هل المسيح ينطق بهذه الكلمات نعم عبر المسيح عن الرحمه عندما نقبل اليه وعن الدينونه عندما نرفضه وهذا طبعا بقودنا لشخصيه المسيح في العهد الجديد لما بنتكلم عن الدينونه. طبعا احنا يمكن عاده بنتكلم عن الوجه الاول في ذات العمله انه جاء المسيح ليخلص جاء ليرحم، فلماذا جاء المسيح لو قلنا انه جاء هل فقط ليخلص ويرحم ام ايضا ليدين؟ أخي نزار خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح مستندين على كلمة الله. الإنجيل يحمل وجهين، الوجه الأول هو الرحمة والقبول والخلاص لكل من يقبل. خلينا نقول ده في المجيء الأول هل بالظبط يعني كده. فينا نتكلم يعني يتكلم الكتاب عن مجيئين للمسيح ويصورهما بصورتين، الصورة الأولى صورة الحمل. الصورة الثانية صورة الأسد الخارج من سبط يهوذا. الحمل الذي أتى ورفض الحمل الذي اتى وذبح عندما اتى المسيح كالحمل قال عنه يوحنا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم هل رفض؟ رفض هل بغض في العالم؟ وبغض في العالم هل طرد؟ هل طرد هل, هل صلب؟ نعم صلب علشان كده مزمور اثنين يقول بنبوه عن المسيح لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض تامر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح قائلين لنقطع قيودهما ولنطر عنا ربوطهما ده حصل امتى في المجيء الاول الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون وبعد كده بيقول ايها الملوك تعقلوا تادبوا يا قضاة الارض قبلوا الابن لالا يغضب فتبيدوا من الطريق مجيء الاول كحمل مجيء الثاني كاسد احنا لكن بنشوف في نبوات واضحه جدا في العهد القديم عن مجيء المسيح كمخلص كحمل يقدم نفسه فدية إشعياء و... 53 أبرزهم نعم، لكن هل في شواهد أيضا في عن نفس المسيح في العهد القديم تمام اللي بتتكلم عنه مجيئه كديان تمام اسمح لي أرى كم شاهد الشاهد الأول مثلا في إشعياء 61 إشعياء 61 يتكلم عن نبوة عن المسيح تم منها جزء والجزء الثاني لم يتم بعد مم. فيقول في إشعياء 61 عن شخص المسيح أن روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين هذا عمل نعمة مرتبط بمجيئه الأول أرسلني لأعصب منكسر القلب هذا عمل نعمة مرتبط بمجيئه الأول لأنادي للمسبيين بالعطق للمأسورين بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب ده مجيء الأول بعدها وبيوم انتقام <applause> لإلهنا من المتكلم هنا لما روح للعهد الجديد في مجمع النصيرة في إنجيل لوقا صح أربعة لما دخل المسيح المجمع ودفع إليه سفر إشعياء قام لكي يقرأ فوجد هذا المقطع وشوف الدقة المتناهية تكلم بهذه الكلمات الأولى إلى أن انتهى بالكلمات لأنادي بسنة مقبولة للرب ثم طوى السفر <applause> لماذا لم يتكلم عن يوم الانتقام لأن وقت ما هو كان بيتكلم كمل بعده قال اليوم قد تم هذا فيما سمعكم مم. أنا جاي دلوقتي علشان أنادي بسنة مقبولة لكن نتيجة الرفض بيوم انتقام لإلهنا مم. تسمح لي كمان بشاهد تفضل. شاهد الثاني في سفر حسقيال أصحاح واحد وسفر حسقيال من أصعب الأصفار النبوية اللي إذا تفهم أول أصحاح في الحقيقة يتفهم كل السفر في حسقيال واحد يتكلم عن منظر قضائي هذا المنظر القضائي شايف فيه ما يسمى بالبكرات اللي هي عجلات الله القضائية للقضاء على الأرض لكن هنا متمثلة في قضاء على شعبه لا يسلمه للسبي وبعدين بيقول في عدد مثلا 25 فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها إذا وقفت أرخت أجنحتها وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش السؤال لما يكون الله يدين العرش ده بتاع مين؟ بتاع الله مم. نكمل بعدها كمنظر حجر العقيق الازرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر انسان عليه من فوق حاجه غريبه عرش الله ويجلس عليه انسان اه لانه من سوف يدين في المستقبل هو الله المتجسد الانسان يسوع المسيح فهنا يقول لنا إن اللي جالس على العرش عشان يدين هو شخص المسيح دي اشاره انه لما هيجينا بعد كده هيموت كالحمل لكن هيجي يدين كالاسد دانيال سبعه ايضا يتكلم عن المسيح كديان باعتباره ابن الانسان مم. والمسيح تكلم في يوحنا خمسه واستفاض في الكلام عن نفسه باعتباره ابن الله وابن الانسان وكلا وتكلم عن ان الدينونه قد اعطيت له باعتباره ابن الانسان لكن في معترض في طبعا في نفس بشاره يوحنا الاصحاح الخمسه خامس لما المسيح بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء كما اسمع أدين، يعني بيتكلم إنه كما أسمع أدين، فإزاي نحط التوازن في هذه الآية أخي رزار هذا الجزء بالذات في يوحنا خمسة لا ينقص مطلقا من قدر المسيح باعتباره الله، لكن يؤكد خضوعه في المركز باعتباره ابن الإنسان الذي في توافق كامل مع الله، م. مثلا لما أقول عن المسيح إنه باعتباره ابن الإنسان أنا مش بقول إن الله فوضه علشان يدين زي ما حد ممكن يقول، ليه؟ لإن الدينونة من ضمن أعمال الله السيادية التي لا يمكن أن يفوض أحد يقوم بها، مثلا أنا ممكن أفوض إنسان محامي يدافع عني أو يمشي لي في إجراءات شراء منزل، لكن لو أفوض إنسان لكي ينوب عني في العيش في الحياة، في أعمال مرتبطة بالله اسمها أعمال الله السيادية. من ضمن أعمال الله السيادية الخلق وغفران الخطايا الدينونة، ليه؟ لانه كمان مكتوب اعطى الدينونه للابن ما ده بقى في الاصحاح ده اللي احنا هنقرا فيه دلوقتي حالا في يوحنا خمسة لما بيقول الرب تبارك اسمه عدد مثلا 16 19 فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا ده باعتباره ابن الانسان الا ما ينظر الاب يعمل لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن وهنا مش بيقول انه مشيئه الابن غير مشيئه الاب في توافق م. مع مشيئه الاب لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما يعمله وسيرى اعمالا اعظم من هذه لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء يعني على ذات المقدار كما يقيم الاب يقيم الابن من يشاء وليس من يشاء. باذن من الاب اذا عايز أقول لنا انه في معادله تامه ويكمل لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب لماذا الاب اعطى دينونه للابن أعطى الدينونة الإبن باعتباره ابن الإنسان لأنه هو الذي قام بالعمل وسدد فواتير الله والله ارتضى بهذا العمل يعني حق الله وصله ولأن حق الله وصله في المسيح فمن يقوم بالتعامل مع البشر سواء بالقبول أو الرفض للإدانة هو من؟ هو م. الإبن المسيح أخذ كرامة من الله الآب لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب لأنه أكمل عمل الفداء بجدارة كابن الإنسان وكمان هو الشخص الكامل بلا خطيه صحيح ما دي حيثيات اي الحيثيات الدينونه مم. يعني ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوافر في من يدين ينبغي ان يكون هو الله تقول لي ليه اقول لك علشان يعرف اسرار الناس لان من حيثيات الدينونه في اليوم الاخير هي الحكم على اراء القلوب الحكم على اسرار الناس مين ده يعرف اسرار الناس الا الله كل العلم مم. فلابد ان يكون هو الله ولابد ان يكون هو الانسان الذي اكمل العمل بجداره ولابد ان يكون خاليا من الخطيه لان لو في خطيه ما يقدرش يدي الكتاب والالقاب لا يدين احد بل اعطى الدينونه للابن ليه المسيح هو الديان او ليه المسيح اعطي ان يدين؟ المسيح اعطي ان يدين ليس من اول العهد الجديد فقط، احنا رجعنا لحزقيال واحد وعرفنا ان الجالس على العرش شبه منظر انسان ولما نروح لدانيال سبعه نعرف انه ابن الانسان. اذا هناك جذور لكون أن المسيح ابن الإنسان سوف يدين لماذا أعطى الله الآب المسيح حكم الدينونة إحنا قلنا لأن المسيح أتى وذبح ودفع فواتير الله كاملة هل الله نقص أي شيء علشان يسدد اعتبارات إذا ممكن توضح فكرة الفواتير فواتير يعني مديونية هي المديونية هناك خطية على الإنسان من يفعل الخطيه لابد ان يدان، اجره الخطيه هي موت, موت. اتى المسيح ومات على الصليب. اذا حق الله وصله اعتبارات مجد الله ردت بموت المسيح على الصليب. يتبقى ان مفتاح رضا الله او غضب الله في يد المسيح، اللي يقبل المسيح اللي مات على الصليب ينال رضا الله، اللي يرفض المسيح اللي مات على الصليب يتبقى له غضب الله، فمن ناحيه الله حق وصل نتيجة دينونة الخطية في شخص المسيح على الصليب وهذا بقودنا للسؤال طيب الشخص اللي بدين شو مؤهلاته حتى يدين احنا قلنا من شوية المؤهلات لابد أن يكون هو الله والمسيح هو الله عشرات الأدلة تبرر أن المسيح هو الله عن نفسه في موضوع الديان يعني يعني حضرتك من ضمن, من ضمن مؤهلات من سوف يدين يعرف الأفكار ويعرف الأسرار م. هل المسيح يعلم الأفكار والأسرار والأراء يوحنا أربعة يقول لنا أنه وقف قدام السمرية وأخبرها بكل شيء فقالت إنسانا قال لي بكل ما فعلت لعل هو المسيح في يوم من الأيام سوف تكشف آراء القلوب وأسرار القلوب أمام المسيح فلا بد أن يكون هو الله لابد أن يكون هو إنسان لكن إنسان خاليا من الخطية لأن لو في خطية ما ينفعش دين وده اللي قاله قدام اللي يرجموا المرأة في يوحنا 8 من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحق لابد أن يكون أكمل العمل ودفع كل المديونية اللي تخص الله هل المسيح أكمل العمل؟ أشهر عبارة قال المسيح على الصليب قد أكمل تيتلستاي الفاتورة مختومة بختم خالص بيت اتدفعت مم. ولما تكلم مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل سألها أما دانك أحد بس ده كان قبل الصليب يعني عجب يا, يا, نزار لما نمشي في الكتاب عجب المسيح وهو بيتكلم مع هذه المرأة عملي الأول انحنى على الأرض وكتب كتب بإصبعه فاكر إصبعه ده عملي في يوم من الأيام إصبعه ده إصبع الله هي التي كتبت الناموس على لوحين كأنه هو من وضع القانون في الناموس ولو تفتكر أيام بيلا شصر الملك في سفر دانيال في سفر دانيال إصحاح خمسة لما عمل وليمة ويعني و... و... كان ضد الله وضد مقادس الله ظهرت طرف يد وكتبت نهاية هذا الإنسان منا منا ثقيل وفرسين وزنت بالموازين فوجدت ناقصا عايز أقول الإيد اللي كتبت القانون هي الإيد اللي نفذت القضاء على هذا الملك لكن هي ذات الإيد اللي ميلت على الأرض وكتبت على الأرض كتبت إيه؟ كلمة يكتب في يوحنا 8 بيقولوا عنها أوتوغرافية يعني يكتب قائمة إدعاء ضد متهم مين المتهمين؟ مش المرأة هؤلاء الذين مم. يريدون أن يرجموا المرأة فانصرفوا لما كل واحد شاف خطيته وتهمته انصرف فهو الذي قال لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك مم. مع أنه هو الديان صحيح طيب هذا بقودنا طبعا لحيثيات الدينونة إذا ممكن تكلمنا شوية عن هذا الموضوع حيثيات الدينونة الله علشان يدين أو المسيح علشان يدين في اليوم الأخير لابد أن يدين على الكلمات لابد أن يدين على الأفكار لابد أن يدين على خطية صعبة جدا اسمها خطية رفض المسيح الكتاب بيقول لنا كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس يعطون عنها حسابا كل كلمة مسجلة عند الله ويوم المسيح يدين ما فيش واحد هو يقول له أنا مظلوم سوف يستد كل فم ويصير الجميع تحت قصاص من الله أنت بلا عذر أيها الإنسان فسوف يدين كلام البشر سوف يدين آراء القلوب وأسرار القلوب بحسب كرونسوس الأولى أربعة مثلا سوف يدين أيضا رفض الإنسان ل... ل... لعمل المسيح على الصليب المسيح لما نطق وقال هذه الكلمات أن أحب الناس الظلم أكثر من النور النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة الذي يؤمن بالابن لن يدان لكن الذي لا يؤمن بالابن فقد دين فهنا حيثيات الدينونة في اليوم الأخير هي قبول الإبن أو عدم قبول الإبن قبول المسيح أو عدم قبول المسيح وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة الزلمة. أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لكن يتكلم المسيح كمان عن نفسه في نهاية الأيام في سفر الرؤيا ها أنا آتي وأجرتي معي صحيح أجازي أو سأجازي كل واحد حسب كل واحد حسب صحيح. عملي صحيح وعندما تكلم ايضا في متى 24 عن ظهور ابن الانسان في يوم الغضب يوم الرب للدينونه حاجه غريبه قال لنا يرسل ابن الانسان ملائكته ملائكه القضاء علشان يغري الدينونه هو سؤال مين الذي يمتلك الملائكه لكي يرسلها؟ انا ما اقدرش امتلك مجموعه من الملائكه الملائكه هم جند الله فعندما يقول ان المسيح ابن الانسان سوف يرسل ملائكته ده يبرهن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد اللي أكمل العمل ومؤهل لكي يدين قبل ما نفتح الخطوط أخ عياد المسيح الديان شو الرسالة اللي عاوزين نوصلها للناس عايزين نقول للناس أنه عمله كالديان لاحق لعمله كالمحامي هو الآن هو الآن يرحب بأي إنسان مهما كانت خطاياه هو الآن يعمل كمحامي كوسيط مهما كانت الخطايا مهما كانت الأثام تعالوا إلي يا جميع المتعبين والصخيل الأحمال وأنا أريحكم في زمن اسمه زمن النعمة في سنة بحسب إشعياء 61 اسمها سنة الرب المقبولة لكن هذا الزمن وهذه السنة أو الفترة الزمنية اللي اسمها فترة النعمة هتتقفل قريب عندما يأتي المسيح إذا جه المسيح يبتدي بقى يوم الغضب ويعمل عمله كالديان فلماذا أيها الإنسان تظل بعيدا محروما من محبة المحامي وتنتظر دينونة القاضي هيجي الديان ولابد أن يدين حتى توضع جميع أعداء موطئ القدمين. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة فعلا الفرصة مفتوحة هو كل يوم من نعمة الرب وكل صباح بنكتشف وبنختبر رحمة جديدة والله عم بيعطيك كل يوم فرصة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم فعلا هاي النعمة اللي تكلم عنها الأخ عياد عصر النعمة فترة النعمة اللي الله بحبك الله مش بيتغاضى عن خطية لا بالعكس لأنه مكتوب أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله بنفس الإصحاح بول في الإصحاح الثاني 11 لأن ليس عند الله محابة فاليوم هي فرصتك واليوم الله بيعطيك الفرصة حتى ترجع وتتوب آه يمكن مش عم تشوف نار تنزل من السماء ولا إحجار عم بيضرب فيها البشر لكن الخطية هي إهانة موجهة مباشرة ضد الله أه سأعود بعد هذا الفاصل القصير والخطوط حاليا مفتوحة إذا عندك أي سؤال أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا في هذه الفترة أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون ليكن نور حديثنا عن المسيح الديان أنا بدعوكم أن تتواصلوا معنا الخطوط الهواتف مفتوحة أمامكم عندي سؤالين طبعا. السؤال الأول دايما نتكلم في عبارة أن الدينونة وقعت على يسوع المسيح طبعا كثير ناس ما بتقدر تفهم هذا الكونسبت يعني إيش ان وقعت الدينونه على الابن ممكن توضح لنا الفكره اكثر أسيس نزار اشتهرت المنطقه العربيه الكام سنه الماضيه بما يسمى جمعه الغضب مم. عندما صارت بعض الشعوب على الحكام فيما يسمى جمعه الغضب ايه جمعه الغضب فيها غضب شعبي على الحاكم مم. لكن في يوم جمعه الحقيقة ظهر فيه غضب الله بشكل لم يرى له مثيل تتذكر عندما مات المسيح عندما أسلم المسيح وصلب يوم الجمعة وقتها كان غضب الله المذخر على دينونة الخطية استقر على المسيح احنا قلنا من شوية انه صور الدينونة في العهد القديم كانت ممثلة في ثلاث صور ودي يعني المين بوينتس لكن في صور اخرى دينونة الماء دينونة النار دينونة الظلام هل تمت في المسيح هذه الصور؟ نعم عندما كان المسيح على الصليب حصل ظلام؟ نعم حصل الظلمة كثيفة على كل الأرض على وجه كل الأرض فدينونة الظلام أتت على المسيح هل حدثت دينونة النار بحسب نبوة إرميا ومراثة إرميا أرسل من العلاء نارا إلى عظامي فصارت فيها تطلعوا إلي يا جميع عبر الطريق ويقول في مزمور 22 بروح النبوة ذاب قلبي كما يذوب الشمع أمام الله هل حدثت دينونة المياه اسمعوا بيقول في مزمور 69 غرقت في حمأة عميقة وليس مقر. يعني ايه؟ يعني ما كان عند الله من غضب على الشعوب قديما اتجمع ونزل على المسيح على الصليب، لماذا بقى؟ لماذا ادين المسيح على او لماذا مات المسيح؟ لانه كان حاملا للخطايا، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم او بحسب بحسب اشاعيه 53 الرب وضع عليه اسم جميعنا وهي دي البدليه اللي الكتاب بيتكلم عنها من البدايه للنهايه. بديلا عني كان هناك كبشا بديلا عن ابن ابراهيم، حمل هو النيران والذبح بديلا عن ابن ابراهيم، وكان المسيح هو الذبح العظيم الذي حمل الدينونه نيابه عنا، الرب وضع عليه اثم جميعا، علشان بعد كده يقول لي انا اتحملت الدينونه مكانك؟ اذا قبلتني لن تاتي الى دينونه، بل قد تنتقل من الموت الى الحياه. واللي يرفضه لابد ان يدان. <applause> فمات المسيح على الصليب وتحققت فيه الدينونة الله أدان الخطية في جسد المسيح على الصليب طب إحنا دائما نتكلم عن دينونة الشعوب دينونة الأمم حتى دينونة إسرائيل ودينونات كثيرة هل دينونة الخطاة هل المؤمن يدان؟ وماذا يعني لنا عمل الصليب؟ عمل الصليب أو موت المسيح على الصليب علشان يعفي كل من يؤمن به من الدينونة أشهر آية في يوحنا 3 16 هي يوحنا 3 16 أحب الله العالم لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من يؤمن بالابن له حياة أبدية عندما أؤمن بالابن فإن ما قام به المسيح على الصليب يوضع في حساباتي وبر الله الذي ظهر في المسيح يوضع في حساباتي فأتبرر قدام الله في عشرات الايات تقول ان المؤمن لن يدان او لن ياتي الى دينونه عرفنا يوحنا 3 16 لا يهلك كل من يؤمن به ايضا يوحنا 5 بيتكلم على انه الذي يؤمن به لن يدان ايضا آه لا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح روميا 8 ايضا المسيح يتكلم عن ضمان المؤمنين في يد المسيح في يوحنا 10 أعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى دينون طب ماذا ان اخطا المؤمن إذا أخطأ المؤمن بحسب كلام بولس في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 10 نؤدب من الله هنا لكي لا ندان مع الأشرار يعني الله باعتباره نوع الأب من الدينونة نوع آه. ما. الله باعتباره الاب يؤدب أولاده باعتباره القاضي في بيته والاب في بيته لكن مش هيقفوا أولاده قدام دينونة العالم فيما م بعد اللي طبعا نسميها كمان الهلاك الابدي أيوة. لانه المؤمن صحيح حصل على الحياه الابديه لان بوليس حددها نؤدى من الرب هنا لكي لا ندان مع الاشرار مع العالم. أه بحب اقتبس الايه اللي بتقول الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياة بعد اذنك ممكن ناخذ بعض المكالمات طيب اتفضل. خلينا ابتدي آه على السكايب في الاول آه معانا وريث آه اهلا وسهلا وريث انت معانا على البث المباشر تفضل يا اخ وريث اهلا أهل وسهلا فيك مساء الخير مساء الخيرات يا اخ وريث آه احييك اخ نزار واحيي الاخ عياد ظريف شكرا جزيلا منورين و... من الشاشه شكرا اهلا اهلا وسهلا فيك اخ عياد آه عندي سؤال للاخ عياد اذا اذا استمر الانسان المؤمن في ارتكاب الخطيه يعني باتكالها انه خلاص مخلص فهل بذلك يدان امام الله؟ هذا السؤال الاول. آه السؤال الثاني ماذا على المؤمن ان يعمل اذا ارتكب خطا ما؟ طيب سؤالين كثير كثير حلوين وصلتك الرساله تفضل. السؤال الاول استمراريه <applause> أنه مؤمن عم بيستمر آه. بيتمادى عم بيخطي أمامنا خلينا الله. نقول إنه في مبدأ كتابي يقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد في. فيها لأن المؤمن بياخد طبيعة الله اللي هي قدوسة وينال حياة آه. الله الحياة الأبدية ويسكن فيه الروح القدس ما يقدرش يعيش في الخطية، قد يزل لكن ما يقدرش يستمر في الخطية، لكن إذا سقط فعمل الروح القدس إنه يبتدي يحركه علشان يتوب عندما يتوب تغفر الخطايا مش الخطايا الغفران الابدي الغفران الابدي تم بعمل المسيح على الصليب لكن في غفران يومي وقتي ابوي عشان ترد الشركه لي مره ثانية طيب اذا آه الكتاب يقول ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. كل اسم لكن اذا استمر المؤمن وتبلد ونام في في حاله الخطيه المستمر لن يتبقى له بعد محاولات الافاقه اللي بيعملها مع الروح القدس ومحاولات الاصلاح الا اجراء تاديب قضائي من الله وده اللي انا قلته في كرونسس الاولى عشر لما الرسول بولس بيقول من اجل ذلك لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم, لما حكم علينا اللي ما كانش ربنا ادنا وحكم علينا لكن لما بقول البعض يرقدون ده جزء من, من التاديب كده. لكن بما ان حكم علينا نؤدب من الله من اجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء كثيرون مرضى كثيرون يرقدون الرقاد ده هو مفارقه المؤمن للارض هيروح فين؟ هيروح السما بكل تاكيد نتيجه عمل المسيح وده الضمان الابدي لكن فقط دوره في الارض باعتباره شاهد لكي ياتي بثمر لان المؤمن ترك الرب ترك المؤمن في العالم لكي ياتي بثمر وجودي في العالم قرين اتياني بثمر اذا تعطلت ولم اتي بثمر محاولات للاصلاح تلو الاخرى اذا فشلت المحاولات الرب يقول لي السما أفضل لك من الأرض لأنك أنت مش هتجيب ثمر فمركز المؤمن قائم بناء على كفارة المسيح وشفاعة المسيح في السماء المسيح شفيع للمؤمنين في السماء إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البر على حساب طبعا عمل المسيح الكفاري تمام. بموته على الصليب من ألفين سنة أخوريث أنه أعطى الخلاص لكن الله بيأدب طبعا كل من يرفض يعني, أو يعني يستمر في الخطأ يعني يعني من الاخ وريث يعني. اتفضل يا خوريث اتفضل يعني افهم هنا على انه آآ 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 الله يضطر الى ان ياخذ الجسد الى ان مثلا يقتل الانسان هذا او يميته تمام بالضبط. ينقله يعني آه. يأخذ آه. السماء بناء على انه مش موجود في الارض ياتي بثمر يعني تعطل اتيانه بثمر اكثر من اكثر ال... آه. من الخطأ. آه. طيب لكن برضه في تاديبات على الارض يا اخ وريث اه بس انا قصدي في الاستمرارية يعني اذا استمر فربنا هنا يخطف بالضبط كده <applause> الى السماء او آه يخد يخد آه يعني ياخذوا آه للسماء آه وكثيرون يرقدون آه, اه السؤال الاخير آه لان الاب اللي يقول ان الاب لا يدين احدا بل قد اعطي كل الدينونه للابن. اذا فما هو عمل الاب يوم الدينونه؟ اذا كان قد اعطيت الدينونه للابن، ما هو عمل الاب؟ سؤال حلو كمان. صحيح. عندما يمارس المسيح عمله كالديان في هذا اليوم فهذا ايضا اشباع لقلب الله، يعني ايه اشباع لقلب الله؟ كان الله يصر جدا بشخص المسيح كالحمل عندما اتى الى هذا العالم. وكالانسان الكامل الذي بلا خطيه. وعندما اهين المسيح من البشر كانت هناك انجاز التعبير مراره في قلب الله لانه وحيد الحبيب اللي ارسله للعالم الناس رفضته فعندما يدين المسيح العالم هذا رد لاعتبارات مجده واعتبارات مجد الله الذي ارسله لان المسيح كان قال كذا مره ان من يقبلني يقبل الذي ارسلني وكمان اللي بيتطاول على المسيح كانه يتطاول على الاب الذي أرسله مم. اجراءات المسيح القضائيه في يوم الدينونه هي تتميما لمشروع الله لان بعد ما يمارس المسيح وضعه كالديان ويملك على الارض حينئذ يسلم الملك لله عندئذ يصير الله الكل في الكل, في الكل. طبعا معرفة المسيح معرفة المسيح معرفة هو موضوع أنا سرور الاب انا انا هنا في هذه الجمله احس على انه يصير الابن والاب كان قدامي شخصين هل هما يكونوا شخصين امامي لا اطلاقا انت في كل الاحوال آه. لن تستطيع ان ترى الاب لان الله روح آه. لكن الذي آه. ينوب عن الله في اجراء يعني كما ان المسيح عندما كان هنا على الارض هو من كان ينوب عن الله في ابلاغه للبشر لما قال من راني فقد راى الاب ايضا المسيح آه. هو من ينوب عن الله في اجراءات الدينونه لانه مكلف من الاب لاجراء هذه الدينونه. انت لن ترى الله لان الله روح والروح لا يرى لكن المسيح سوف يمارس الدينونه باعتباره ابن الانسان الذي مات واهين وقام من بين الاموات لكي يمارس او يسود على الاحياء والاموات. ربنا يباركك يا اخ امين شكرا كثير ذكرني يعني يا اخ انت من وين؟ إن واحد. انت من وين يا اخ من الشرق الاوسط من الشرق الاوسط ربنا يباركك وشكرا كثير لك والرب يحميك ويستخدمك تكمل الشهادة عن شخصه المبارك أمين. شكرا كثير على المداخل يا وريث أسئلة كثير حلوة الرب يباركك خليني أخذ مكالمة أخرى من خليني أخذ المكالمة من نور من الولايات المتحدة أم نور أهلا وسهلا أم نور تفضل أنت معنا على الهواء سلام المسيح معكم سلام المسيح معك انا انا مسيحيه عراقيه الو اسمعني اه سامعك تفضل ام نور اه انا سلام المسيح انا مسيحيه عراقيه آه من العراق ايوه تفضلي آه. وأريد أسأل سؤال اللي محيرني يعني ما يحدث بالوطن العربي وبالذات أنا العراق لأنه باعتباري عراقية هل هي دينونة لأنه أشياء غريبة هي مو قصة الحرب داعش وغير داعش أشياء غريبة تحدث بالعراق يعني لأنه لا زال عندي أنا بنتي وابني بالعراق أشياء أخبار وأتابع الأخبار أشياء غريبة، هل هي دينونة؟ طيب سؤال <applause> شكراً, شكرا كثير المسيح معكم، شكراً. أهلين ربنا يباركك يا أم شكرا جزيلا وتفضل أخ عياد الحقيقة ما يحدث في هذا العالم الآن يسبب حيرة لكل إنسان وبرضه ممكن يسبب حيرة للأتقياء يعني الأتقياء يرون أن القدسي ان القديسين والامناء هم الذين يضطهدون، لكن الانسان الطبيعي العادي يقول لماذا كثره الخراف في العالم؟ لماذا كثره الدمار في العالم؟ كثره الدمار في العالم عامه وفي بعض دول الشرق خاصه، لان الحياة ابليس له اعوان وابليس الكتاب يعلمنا انه ان كان قد هزم في الصليب لكنه ما زال الى الان يجول في هذا العالم ملتمسا من يبتلعه هو يحارب الناس وله أتباع وله أدوات ابحث عن الفوضى في العالم وراءها إبليس أقول لك حاجة أخطر يقول عنه كتاب إله هذا الظهر إله هذا الظهر الذي يقف من وراء بعض سياسات الدول لما دولة تصدر قوانين ضد المسيح وأتباع المسيح من يقف وراء هذه الدولة من يقف وراء الدساتير والقوانين التي تضيق على المسيحيين في العالم من ضد المسيح أو خلينا أقول عليه إبليس فابليس يعبث في العالم الان لانه له حريه وان كانت محدوده وله اتباع يستخدم البشر كاعوانه كالاته وده اللي بيسبب الحروب بيسبب الدمار وده اللي بيسيب علامات استفهام عند المؤمنين الى متى يا رب؟ الى متى اقول للمؤمنين كما قيل في تسالونيكي الثانيه في يوم من الأيام سوف يجازي الله الذين يضيقون المؤمنين ضيقا يوم استعلان يسوع المسيح أو يوم ما جئوا باعتباره الديان الأسد الخارج من سبط يهوذا هيجازي, هيجازي الذين يضيقون المؤمنين ضيقا طيب وبالنسبة للأرض المتألمة اللي فيها خراب ودمار أصبر لأنه في يوم جاي عندما يأتي المسيح أيضا يقيد حرية الشيطان ويبدأ ما يسمى بملك الألف السعيد ملك البر والسلام عندئذٍ تمتلى الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. فالعالم الآن في خراب لأن الشيطان يقول فيه؟ يقول فيه وطبعاً بالنسبة للدينونة أخت أم نور الله هو الذي يعلم كل شيء إحنا مهمتنا إحنا نصلي إنه خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان أو دمار الإنسان لكن الله دائماً عنده الطرق. يعني انا بتطلع على الموضوع من ناحيه ايجابيه كثير عراقيين اللي عرفوا الرب بعد الحرب نعم شفنا دمار شفنا كذا اذا كانت دينونه احنا بنترك الامر لله ما بنتدخل في برنامج الله حتى نحكم في اي شيء لكن كل اللي بنحكم فيه بنقول للناس من فضلك اليوم في هاي اللحظه ما تضوعش الفرصه امن لانه في حياه بعد الموت وصلاتي وطبعا أمنيتي لكل واحد بشاهد أنه يكون نصيب الحياة الأبدية من نصيبك اليوم خليني أخذ مكالمة من عيسى من لبنان على السكايب أهلا وسهلا أخ عيسى مساء الخير أسيس مساء الخيرات أهلا وسهلا مساء الخير إليك ولضيفك شكرا لك تفضل أسيس أنا عندي مداخلة بسيطة تنحور الشقين منا العهد القديم والعهد الجديد تفضل بالنسبه لله بالعهد القديم معظم الناس فكروا ان الله هو بالعهد القديم الديان الذي لا يرحم وبالعهد الجديد المسيح الذي يرحم بالحقيقه هذه قله اماني بالقراءه بالبحث انا ممكن اعطي اكزامبل صغير عنوان صغير برساله عفوا بسفر دانيال الاصحاح السابع وفي كلام كمان تعبير مجازي بيقول في عشان التوضيح بالعدد تسعة كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيضا كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكرته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات, ربوات وقفوا قدامه، هي تعبير طبعا تعبير مجازي. هون قديم الايام المسيح لانه الله لم يره احد قط. الابن الوحيد هو في الاب خبر. اي في عمق الاب. ممكن اي شخص يقول لك هذا هو يهوى، ولكن هذا التعبير خاطئ لانه الله لم يره احد قط، ولا يعني ما حدا يعطي تعبير حقيقي م. مثل الكلمه. آه للتوضيح هذا الشيء، الله هو الديان، هو العادل. وحتى موت الانسان كمان بيكون هو عادي انه الانسان مم. اخطا وأجرة الخطيه هي مر. الله لا يدين احد ليش؟ لانه بيوحنا بيوحنا الله قد اعطى كل الدينونه للابن بالاصحاح خمسه بس وضح شغله بيقول بالعدد 22 بيقول لأن الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن وبالعهد القديم الله اعطى الدينونه للابن مش هو الله لا يدين نحن نؤمن أن الله الاب الله الابن الله الروح القدس بس ولكن المسيح كلمه الله هو الديان وهو بده يحاسب كل كل انسان بالنسبه للشق الثاني الانسان اخذ دينوني المؤمن المؤمن اخذ دينونه انا 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 اخذت الدين مع المسيح على الصليب انا أه. متت مع المسيح لانه انا مع المسيح صلبت اي متت لا احيا انا بل المسيح يحيا فيها هاي اول نقطه النقطه الثانيه في شيء حق عام وحق شخصي المسيح على الصليب قال اغفر لهم يا ابتي لانهم لا يدرون ماذا يفعلون مم. اما الله بعد موت اخوي عيسى yeah. حرق أرشليم بسنه 70 ميلاديه نعم أه... بدي اقوله انه في كنائس كثير واخوه كثير بيقولوا عفوا تفضل لا كنت عاوز اقول لك انه فعلا المداخله وصلت يا اخ عيسى بتوضيح الفكرتين بالعهد القديم وحبيت الفكره اللي ضفتها في العهد الجديد انه احنا متنا مع المسيح فعلا على الصليب بسبب الوقت من فضلك يعني استمر بالتواصل معنا اخ اخ عيسى، خليني اخذ كمان مكالمه من منيره اهلا وسهلا منيره انت معنا على الهواء تفضلي. اوكي اهلا بك. اهلا يا اختي ربنا معاك وربنا يباركك و وربنا يعني يبارك في خدمتكم الحلوه دي ربنا يباركك شكرا انا انا الحقيقه جيت هنا كندا من 2012 واول ما جيت ركبت كنت شويه وركبت دعامة في القلب والرب مجد والحمد لله وبقيت كويسه و 2014 حقيقه جالي كانسر آه. و وتعبت طبعا شويه بس قد ايه جميل ان يعني الانسان يبقى مع ربنا و... ويعدي حتى المرض والتجربه بسلام ولتكن ارادتك يا رب ولتكن مشيئتك و... وخدت الكيمو وخدت راديشن وكانت فتره بس كان جوايا سلام حلو خالص الحقيقه ولدرجة يعني ما حدش قوي حس بيا من اللي حواليا ونشكر ربنا وبقيت كويسة خالص دلوقتي وبعمل تحاليل كل ثلاث شهور وبروح للدكتورة وبتقول لي بيرفكت ونشكر ربنا والحمد لله رب تمجد معايا يعني فوق ما حضرتك تتصور وانا بقيت كويسة خالص دلوقتي ونشكر ربنا. ربنا يباركك يا اخت منيره شكرا جزيلا المفروض ان احنا كل دقيقه نقول له اشكرك يا رب كل دقيقه تعدي علينا نقول له اشكرك يا رب امين امين اه ربنا يباركك يا اخت منيره شكرا جزيلا. قوي وربنا تنجد معايا مجد عظيم امين فنشكر ربنا ربنا يباركك يا أختي. شكرا جزيلا اهلا بك سلام ونعمه سلام ونعمه ربي يباركك اهلين أنا ممكن أخذ مداخلة بس تكون سريعة من فضل على سكايب معاي الأخ أحمد من أوروبا تفضل أخ أحمد ات معنا على الهواء أيوة تفضل أخ أحمد ات معنا على الهواء طيب ما أحمد من أوروبا أهلا أهل يا أخ أحمد هو أنا باحث عن حقيقة ااا أه ومفروض أن على حسب القانون الكنسي أن المفروض أدرس وأتعلم لمدة سنتين م. وغالبا بيكون في امتحان وبناء عليه بيقرروا إذا كانوا يقبلوني أو لا. آه أنا طايفتي جريك كاثوليك. آه الطايفة دي طايفة كبيرة جدا ومحترمة جدا. نعم. آه كانت مضطهدة في عهد الاتحاد السوفيتي. هو سؤالي كالتالي: بما اننا أه مسيحي وبؤمن بالله الله الديان او أه كموضوع الحلقه اليوم المسيحي الديان كيف أه كمسيحي أه اتحالف واتصادق مع اعداء المسيح؟ طيب ازاي؟ اخ احمد السؤال؟ آه هذا السؤال خلي جاوبه عليك الاخ عياد ومن و... فضلك ارجع تواصل معنا في الاسبوع القادم بس بسبب الوقت تفضل اخ عياد وانا الحقيقه ما عرفتش او ايه المقصود بكلمه كيف اتحالف مع او اتصادق مع اعداء, مع أعداء المسيح اعداء المسيح لكن اذا اعتبرت انه اعداء المسيح في هذا العالم هو كل من يتبع الشيطان فعلي ان انا لا اتحالف ولا اتصادق لكن يعني اتحالف او اتصادق يعني اكون في شركه واعمل نفس الافعال واكون في ذات اللون والزي الادبي والاخلاقي اللي بيبين ان انا مش مسيحي لكني ضد المسيح. لكن على المؤمنين ان هم ان كانوا هيعيشوا مسيحيين في هذا العالم فعليهم ان يبرزوا حياه الله الجديده فيهم صفات المسيح ويكون يتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح. اولاد الله ظاهرون يتجنبون الاسم يقدمون محبه للعالم يقدمون محبه حتى لمن يضطهدونهم لكن لا يفعلون ولا يمارسون افعال كل من هو ضد المسيح 20 ثاني اخ عياد فضل. ايش البكت الرساله الاخيره عايز اقول الرساله الاخيره ان كان المسيح هو الديان فهو الان ايضا يقف على الباب لكي يقرا على قلب كل انسان المسيح جاء كالحجر اللي اضطهد وكان حجرا مرفوضا حجر رفضه البناؤون لكن في يوم من الايام هيجي علشان يؤسس دينونه على كل العالم اللي يقبل المسيح دلوقتي هنا حياه ابديه بما أن المسيح هو الهدين في اليوم الأخير لماذا تتجاهل المسيح؟ بما أن المسيح هو الهدين في اليوم الأخير لأنه هو الله الظاهر في الجسد لماذا تعاد المسيح؟ المسيح سوف يدين بناء على ما قدمه من قوانين وتعليم وانت تقبل او ترفض، اقبل المسيح تنجو من الدينونه. وصلاتي انه كل شخص بشاهد هذه الحلقه فعلا انك تقبل المسيح هو وعد من يقبل الي لا اخرجه خارجا، بصلي من كل قلبي انك تدعو المسيح لحياتك اليوم